السلام عليكم متابعي الشق الخياطة والتفصيل، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بألف خير وبصحة جيدة إن شاء الله. بسم الله على بركة الله. فيديو اليوم غادي نشوفو حيلة رائعة لخياطة جيب السحاب اللي تيكون في السراول، وبلا في المعطف كيكون في السراول بشكل مائل هكا شوية، او لا في المعطف تيكون بشكل مستقيم. المهم بهذه الطريقه هذه ممكن ديروه باي شكل بغيتو. هنا عندنا الجيب ديال التبطين، درت لكم بلون مختلف باش يبان لكم. عندنا هنا الثوب متني على اثنان، طول ديال الجيب او العمق ديال الجيب 20 سنتيم، والعرض ديالو 18 سنتيم. هنا غادي نجيو غادي نرسمو الفتحه ديال الجيب. الفتحه ديال الجيب كتكون فيها غالبا الفتحه ديال 14 سنتيم. حنا غادي نديرو 13 سنتيم. عندنا هنا 18 سنتيم، غادي نقصو جوج ونصف سنتيم من الجوانب، غادي تبقى لينا 13، وغادي نرسمو مستطيل الطول ديالو جوج سنتيم والعرض ديالو 13 سنتيم، لاننا ملي غادي نخيطو الجيب ديالنا اولا هاد الفتحه كيف ما غتشوفو غيزيد تنقص لينا سنتيم من الجوانب، وغيولي عندنا الفتحه ديال الجيب فيها 14 سنتيم. صافي، هنا درت في الطول ديال الجيب جوج سنتيم يعني الفتحه، وغادي نرسم المستطيل ديالي. غادي نجيب هاد التبطين هذا اللي مرسوم فيه هاد الفتحه ديال الجيب، وغادي نحطه في المكان اللي غادي ندير فيه السحاب، يعني سواء كان في المستقيم او اللمائل، وغادي نخيط على هاد المربع هذا او هاد المستطيل عفوا. وكنثبتوا الغرزه في الاخير باش ما تفتحش لينا. من بعد غادي نجيبوا المسطره، وغادي نقسموا هذا المستطيل على اثنان بخط بهذا الشكل هذا، وغادي نجيو لفوق نفتحوا نطلعوا بسنتيم ونفتحوا هذا المثلث هذا. كنفتحوا باش كنوصلوا داك المثلث، كنفتحوه بهذا الشكل هذا. شوفوا معايا طريقه سهله، يعني بحال جايب الشق اللي موالفين كنديروا. صافي، غادي نقلبوا هاد التبطين للداخل. بطبيعه الحال هاد التبطين اولا الجيب كنخيطو على الوجه، من بعد كنقلبوه للداخل، يعني هذيك الخياطه اللي خيطنا في الاول على الوجه ديال الثوب. صافي، هنا غادي نحدد هاد التبطين هذا، شوفوا معايا باش كتجيني الفتحه مفينيه. دابا غادي نجيب السحاب وغادي نوضعو بهذا الشكل هذا بحال هكا، كيجي الطريقه ديالو الخياطه ديالو ساهله. صافي، وغادي نخيط على هاد الاطار هذا اللي موضح في الصوره، كنخيطو على هنا درت السحاب ديال عفوا الدواسة ديال السحاب، وكنخيط على الحرف ديال داك الإطار، يعني ما كنبعدش سنتيم. طبيعة الحال نتوما ملي غتكونوا دايرين يعني التبطين بنفس اللون ديال البياسة، فما غاديش يبان لكم داك اللون الغوز اللي كيبان دابا، كيبان شويه اللون بدل. درتها فقط باش تفهموا يعني الطريقه. صافي، شوفوا معايا كيفاش كيجي الجيب. دابا غادي نسدو الجيب ديالنا باش يعطينا يعني جيب مسدود، نحيدو الزياده ديال السحاب، وغادي نجيبو هاد التبطين هذا نتنيوه على اثنان بهذا الشكل هذا، ونخيطوه من الجوانب، كنخيطو على بعد سنتيم، ما كنخيطوش فوق البياسه، كنخيطو غير التبطين ديال الجيب ديالنا. صافي، من بعد كتفينيو هاد دوره الجيب بالسرجي، وكيجي الجيب ديالنا على هاد الشكل هذا. شوفوا معايا كيجي مفيني وبطريقه احترافيه وسهله لاي مبتدئه انها تخدمو. شوفوا كيجي من الداخل مفيني، والعمق ديالو راه كبير، يعني ممكن انكم ديروا فيه اي حاجه. صافي، كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا منه. ما تنساوش تشاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، وما تنساوش كذلك الاشتراك في القناه باش توصلوا باي فيديو حطيته، وما تنساوش تخليوا لي التعليقات ديالكم وليجيم ديالكم باش تشجعوني دائما نقدم لكم المزيد. كنبغيكم بزاف بزاف، في امان الله، ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.